يا فير بلاي. والمدرب التونسي والإدارة الفنية التونسي كان شمس في الكويت يوم أمس، أكيد شمس ساطعة بتتويج نبيل معلول مع نادي الكويت الكويتي بكأس ولي العهد في الكويت. باش نحكيو على التتويج هذا معنا المدرب المساعد في الكويت الكويتي نادر داود. كوتش أهلا بيك. مرحبا بك سلام، تحية ليك ولكل مستمعي إكسبريس إف إم. شنو أحوالك؟ شنو الأمور؟ والله الحمد لله خويا، الحمد لله في خير ونعمة خويا، الحمد لله لاباس. البارح يعني تجربة جديدة، والبارح كان كأس نهائي كأس سمو الأمير، لأنه تعرف ثم الدوري الكويتي كأس سمو الأمير اللي هو عنده قيمة كبيرة، وبعده يجي كأس ولي العهد. أنا قلت ولي العهد، سامحني. بالضبط يعني كان عنده قيمة كبيرة برشا. هو في الحقيقة هذا راهو الكأس نتاع نهائي كأس سمو الأمير دولة الكويت نتاع السنة الماضية، لأنه تعرف كورونا تأجلت بعض الأشياء، وقع الاختيار أنه يتلعب في الفترة هذه. والسنة هذه هناك نفس الاستحقاقات، مش يكون هناك الدوري كأس ولي العهد وكأس سمو الأمير في الموسم هذا نتاع 2021-2022. نستناو رباعية مال. والله إن شاء الله، والله إن شاء الله، وما نغفش عليك، هذاك هو الهدف. وبصراحة نادي الكويت الكويتي معروف بصراحة في الكويت، نادي ألقاب يعني متحصل على عديد الألقاب في خصوصا في السنوات الأخيرة. واحنا نفس الشيء، هذاك علاش الاختيار كان اتفاق معهم على تحقيق اهداف الاداره، من ومن بينها طبعا الفوز بالالقاب والعوده. اهم شيء هو العوده للمشاركات الاسيويه، لانه تعرف الفريق انطلق مع المدرب التونسي فتحي جبال الحيوه بالمناسبه، وكان خاض نصف نهائي كاس الاتحاد الاسيوي. كان هناك هزيمه مع فريق المحرق البحريني، تم وقت الاتصال بالاطار الفني التونسي على راس نبيل معلول، وتم تعويض اخونا وصديقنا المدرب المقتدر فتحي جبال. وبالتالي الهدف نتاع نادي الكويت الكويتي يعني بالنسبه لهم هو الفوز والعوده الى المسابقات الاسيويه، كاس الاتحاد الاسيوي ثم تشامبيونز ليج الاسيويه في مستوى ثاني. نعم، حكيتوا مع فتحي جبال صارت باساسيون مثلا باش خاطر دخلتوا طول في الصحن وديليكت بطولات ونهائيات معناها. هذا ما في حتى كلام. احنا منذ اللي وصلنا لهنا اول لقاء كان تقريبا وصلنا يوم 29 الفجر اكتوبر، يوم 30 في النهار قمنا في النوم كلمنا فتحي ومشكور تعرف اخلاق عاليه من فتحي جبال، مدرب راهو عنده صيت كبير في الخليج خصوصا في الدوري السعودي. اكيد تقريبا المدرب التونسي الوحيد اللي فاز بالدوري السعودي ومع فريق متواضع الامكانيات السعودي، وهذا يدل على قيمه هذا المدرب. كانت عندنا قاعده مطوله مع سي فتحي، مع الكابتن نبيل معلول وبقيه الاعضاء الاطار الفني، وكذلك كان هناك الاحتفاظ كذلك بالاطار الفني، تقريبا نصف الاطار الفني اللي كان متواجد مع اخونا فتحي جبال، كان معه ناجح الصغير كمعد بدني وشكري الزعلاني اللي هما غادروا مع فتحي جبال، وبقى معنا انيس مقداد كمدرب حراس، بقى معنا كذلك كريم بوزغبة اللي هو سبق للناس الكل بدني. وعنده تقريبا لا كريم بوزغبة مساعد مدرب عنده تقريبا 5 أو 6 سنوات في نادي الكويت الكويتي، وكذلك أسامة الشعري معد بدني ثاني مكلف بتأهيل اللاعبين والعودة من الإصابات، هذا إلى جانب الكابتن نبيل معلول طبعا هو المدرب الأول، وأنا مساعد معاه، وصابر العياري معد البدني الأول اللي كان معنا في تجربة في المنتخب السوري الفترة الماضية. وبالتالي أصبح هناك خليط مزيج من الإطار الفني اللي تابعنا بالمعلول في وجودي أنا المتواضع وصابر العياري، وكذلك ثلاثة اللي كانوا مع فتح جبال. كانت محادثات طويلة، خلينا كل صغيرة وكبيرة من عند الإطار الفني السابق، هذاك علاش شيء ساعدنا أن ندخل في صلب الموضوع. والحمد لله في الدوري انطلاقة كانت بأربع انتصارات وعملنا هزيمة أمام السلمية، حاليا دونك في المرتبة الثانية مع بعد فريق كازما على بعد نقطة، واليوم الأحد هذا مقابلة مش تكون مهمة جدا مع بين المتصدر والوصيف بين الكويت الكويتي وفريق كازما. والحمد لله تقريبا وصلنا الى هذا النهائي، لعبنا مقابله كبيره، واللي صعب المقابله هذه النهائي هو منذ اسبوعين في الدوري كنا لعبنا مع القادسيه، ولما تقول الكويت والقادسيه تقول الكلاسيكو والاسبيرونس، فماش كلام بالضبط. يعني تقريبا الكويت الكل تقف، ما ثم حتى كلام، ثم الا كلام. خليني نكون واضح معاك، تقدر ما تفوزش بالدوري وتفوز امام القادسيه، والعكس بالعكس بالنسبة لهم أفضل من الدوري بكل صراحة. يعني ما تجيبش تتصور، تقريبا كما الديربي في تونس ولا حتى أكثر. وبالتالي
كانت عندنا فوز اسبقيه معنويه كبيره، ربحنا 3-0 تقريبا، اول مره في تاريخ الكويت الكويتي يفوز على القادسيه بثلاثيه. تعرف اللاعبين بعد الفوز هذاك معنويا ماشي يوليو فوق السحاب، انك ترجعهم على الارض وانك تقنعهم ان هذه مقابله جديده وانه فريق القادسيه فريق ممتاز وانه لازمك ترجع تركز 1000% باش تعاود السيناريو وتفوز من جديد، ماهوش سهل. والقادسيه طبعا كانت مقابله ثأريه بالنسبه لي، ما كانش يسمح لنفسه انه ينهزم للمره الثانيه على التوالي في ظرف اسبوعين امام الغريم التقليدي الكويت الكويتي، وبالتالي كانت مقابله صعبه خصوصا من الناحيه الذهنيه. الحمد لله ربي وفقنا وفزنا بهذه الكاس الغاليه، وان شاء الله تكون هي بدايه التتويجات في الموسم هذا باذن الله. ونتصور بوجود خليل الجبابلي اللي هو كان يخدم معكم يعرفكم مليح في القادسيه صعب شويه المهمه. اي خليل، تعرف خليل بدا في الخليج مع المدرب نبيل معلول. اي معكم في الجيش بالضبط الجيش القطري وقتها، الفوز بكاس قطر ثم مع منتخب الكويت، كنا مع بعضنا هنا في 2015 2016، ثم جاء ايقاف الكره الكويتيه والمشاركات المنتخب، غادرنا بعد تقريبا بعض اشهر او سنه خليل رجع لنادي الكويت الكويتي كذلك بتوصيه صراحه من الكابتن نبيل معلول، فهمت، وبقى تقريبا عنده 4 سنوات تقريبا متتاليه غادر الكويت الكويتي، الا لما التحق بنا في منتخب تونس وشارك في كاس العالم وقتها كان تتذكر كمعد بدني مع هو وجلال القاضي انذاك، ثم رجع للكويت الكويتي، يعتبر هو كريم بوزغبه تقريبا من ابناء الكويت الكويتي. اكيد يعني خليل بخلاف انه يعني يعرف الكويت الكويتي، اشتغل معنا، يعرف تفكيرنا، يعرف تفكير الكابتن نبيل معلول، يعرف شغلنا، اكيد هذا من الاشياء اللي هو استغلها في تحليل المباراه، وهذا حق مشروع ليه هذا اكيد. لكن الحمد لله كانت هناك الفتره هذه ما نكذبش عليك لقينا معدل اعمال مرتفع نسبيا في فريق الكويت الكويتي، حاولنا ان نعطي فرصه للاعبين شبان. المباريات هذوما تقريبا عندنا 4 أو 5 لاعبين بين 19 و21 سنه اللي ما لعبوش من قبل، وبالتالي ارتفعت القدره التنافسيه واصبح الفريق في افضل حالاته، لكن ما زال عندنا عمل كبير ان شاء الله نوصلوا ان نحققوا الاهداف نتاعنا وربي يوفقنا. بخلاف ماهوش غريب راهو على المدربين التوانسه والاطارات الفنيه التوانسه والاعلاميين التوانسه والاطباء واخصائي العلاج الطبيعي تقريبا، يعني وين ما نمشيو نلقاو الاحترام والتقدير ويوفروا لنا كل ما تتوفر عوامل النجاح. الا المدرب التونسي لما يولي ما عادش يفكر في الجرايات وفي المطعم وفي السكن وإخلاص اللاعبية والمشاكل، المدرب التونسي واللي تركيزه على الميدان والميدان يحمي دان، الحمد لله تجي النتائج. ربي يوفقكم اكيد نادي في التجربه نتاعكم وكل اطار الفني التونسي اللي معاكم، بلغ لهم تحياتنا. نحب نسالك نادي نستغل وجودك معنا، نسالك على المنتخب التونسي في بطوله الكاس العربيه، تعتبر وصول تونس للنهائي واللعب الفينال معناها في حد ذاته كافي والا كان بالامكان احسن مما كان؟ شوف بصراحة هو خلنا نشكر المنتخب على الأداء اللي قدمه دورة كاملة. في البداية طبعا هناك بعض الانتقادات على القائمة على دعوة بعض اللاعبين، وهذا أمر مفهوم والناس الكل نجموا نحكي وكل واحد يعطي رأيه. فعلا فعلا كانت هناك لخطة على مستوى القائمة على مستوى استعاء اللاعبين، يمكن هذا اللي خلى هناك بعض الارتباك في بعض الخيارات، لكن اجمالا صراحة كانت مشاركة ايجابية طبعا باستثناء مباراة سوريا. يعني البداية ذكرتني شوية نوعا ما بكاس افريقيا نتاع جيراس اللي كنا تقريبا بعد على مستوانا نوعا ما، وكانت خيارات مش مفهومة كشريدة في وسط الميدان كما هذه، شفنا 3 في المحور، شفنا غايلين في الاكس المحور. صحيح شفنا حمزة المسلوسي لاعب كذلك الغلايب شفناه بعد غيرنا بالضبط هذا الكل شفناه، لكن من بعد صراحة نشتوا اللاعبين، ثم أداء بطولي ثم روح ثم عقلية انتصارية، شاهدنا برشا كورة من بعد، لكن نقدر أنا نقول دائما باللاعبين هذوما بالمستوى نتاع اللاعبين اللي عندنا منتخبنا قادر أنه يمشي لبعيد. دونك أنا نتصور أنه في الأخير وصلنا للنهائي والمستوى نتاع المباراة النهائية أنا نكون راضي كفني على مستوى المنتخب، وان شاء الله نشوفوا الاعداد توا الجيد لكاس افريقيا اللي هي مش تكون اختبار حقيقي بصراحه لعده لاعبين، ومش يكون يكتمل النصاب رغم ان الغيابات ما كانتش يعني باستثناء تقريبا ديلان برون
الصخيري ايضا عيدوني وبالخزري بن سليمان العيدوني، تقريبا هذوما اربعه من خمسه لاعبين خلينا نقولوا 100% تقريبا اساسيين. اي معلول ايضا مهم جدا، اي علي معلول بالاصابه نتاعو تقريبا نصف فريق يعني ما كانش موجود، هذا ياثر نجم تقول لي راهو الجزائر كيف كيف غايبين، لكن أكيد. بصراحه لاعبي الصنف الثاني نتاع الجزائر بصراحه عندهم امكانيات محترمه جدا، واحنا القوانين نتاع الدوري التونسي ساهمت في الشيء هذا لما تخلي اللاعبين الجزائريين ومشمال افريقيا بثلاثه بالاربعه، وشاهدنا الترجي والنجم بسته وبسبعه وثمانيه لاعبين جزائريين في الدوري التونسي يصولوا ويجولوا، هذا على حساب اللاعبين التوانسه اللاعبين الشبان، وبالتالي باش ترفع المستوى نتاع اللاعبين الجزائريين في الدوري اللي شاركوا مع المنتخب، وتقلل من حظوظ تواجد اللاعبين التونسيين مع المنتخب. حابين ناخذوك قبل شويه نادر جا وقت الاخبار، فقط في كلمه شنو حظوظنا في الكان، وهل مع بقاء الستاف تكنيك هذا والا لا؟ والله شوف حظوظنا نقول اصبحنا من المشاركين اللي قادرين ان نمشوا لبعيد، الاهداف نتاعنا دائما المربع الذهبي والنهائي، حاليا بهالجينيراسيون هذه الحلوه اللي عندنا واكتشاف بعض العناصر اللي تحسب صراحه عودة الجزيرة تحسب لهذا الاطار الفني، وانا نقول لك ثم تواصل في المنتخب من ايام كاسبر جاك نبيل معلول، من بعد جاء منذر الكبير حاليا، لانه الباساج نتاع بعض المدربين فوزي بن زرتي الكنزاري والعقبي في فتره كان خلينا نقول قصير ما تجيبش تحكم عليه، لكن هناك تواصل دائما، هناك تدعيم لبعض اللاعبين المحترفين اللي كل مره قاعدين يعطيوا الاضافه، حاليا انا مامن ان المجموعه هذه قادره ان تمشي لبعيد مع ستاف تكنيك هذا ولا والله هذا يرجع اهل مكه ادرى بشعابها. انا بالنسبه لي انا نشوف ان الاطار الفني هذايا باكثر دعم، باكثر اصلاح بعض الاخطاء، بعض الخيارات، طريقه التفكير، التوجه، بعض التوجهات، بصراحه الامكانيات موجوده انه يمشي لبعيد اذا كان تنقص شويه التدخلات والكذا. اهم شيء هذا اهم شيء، هذا اهم شيء. يعطيك الصحه، شكرا لك نادر داود على تدخلك معنا، وبالتوفيق ومبروك ايضا تتويج بلقب كاس امير الكويت. سمعه في الاخبار وبعد مكملين حتى الاربعاء.